ضيوفنا ورح تكون من عالم الأدب والشعر والقصة والرواية، لنضوي على رواية جديدة لكاتبة سورية قدرت بقلمها تكتب العديد من أبهى الروايات والقصص والشعر، أيضا من رسائل لم يقرأها آدم، وعلى شفاه الوجد على صوت نبضه، ومسكونة بك سنين المخاض وغيرها من القصص والروايات. أكيد يا هادي، اليوم ضيفتنا حازت على العديد من الجوائز والتكريمات، ومنها أفضل لقب روائي لعام 2020 في لندن، أيضا لقبت بشخصية العام بمصر عام 2019، وحاصلة على المركز الثاني في مسابقة القصة القصيرة في مصر بمهرجان همسة الدولي لعام 2018، والكثير من التكريمات. خلونا نرحب بضيفتنا لليوم وهي الكاتبة والروائية رنا العسلي. أهلا وسهلا. أهلاً. ما شاء الله، يعني سي في كامل. أهلا وسهلا بحضرتك جازات، واهلا وسهلا فيكي وبوجودك معنا لليوم استاذه رنا. خلينا بدايه حابين نحكي عن كتابك الجديد مغلق، شو بتحبي تسمعينا وتسمعي المشاهدين؟ روايه مغلق روايه حديثه لسه ما لها شهر تقريبا نازله، فبتحبي سمعك بالاول عنا بعدين نحكي عنها. اخترت مقطع هيك صغير. كنت أقرأ صدفة مقولة أغرتني، رغم أني لا أؤمن بالقراءة والحرف، لكنها وجدتني بنفسها تلك العبارة الخيالية، كانت لفاروق جويدة، ذلك الشاعر الذي تحبينه كثيرا، تكلم فيها عن الخوف من النهايات. اسمعي ما قاله: لماذا نفكر دائما في نهايات الأشياء رغم أننا نعيش بدايتها؟ هل لأننا شعوب تعشق أحزانها، أم لأننا من كثرة ما اعتدنا على الخوف أصبحنا نخاف على كل شيء ومن أي شيء، حتى أوقات سعادتنا نخشى عليها من النهاية؟ يعني العنوان لحاله ملفت، يعني مغلق، أنت حطيتي القارئ أمام حيرة، يعني شو سبب اختيار هذا العنوان؟ ودائما نحن بنلاقي أنه القارئ هي لعبة، يعني بتحسي انه انت قادرة تخليني افتح هذا الكرام من عنوانه. لانه الرواية بالعموم هي بتخليك تحطي فيها كل اسقاطات المجتمع، السياسية الاجتماعية الثقافية، كل السلبيات والنواقض، فهي بالاخير انت عم تدخلي عالمها كحل وكرؤية وكتكشفي حتى كمان صبر كثير آلام وأمور نحن بنعاني منها بحل ما أو حتى إضاءة ما، فهي نحن بالأخير القارئ عم يهرب من واقعه بطريقة إيجابية بغض النظر عن رأي أي حدا بالأدب والرواية. في ناس تعتبره مضيعة للوقت، في ناس تعتبره لا، هو فعلا عم بيفيد القارئ. القارئ بالأخير لما عم يقرأ عم يقوي مفرداته اللغوية، عم يهرب من واقعه بطريقة إيجابية، عم يشوف تاريخ وحياة الشعوب. فالقراءة بالعموم كتير مفيدة، وأهم ما فيها الرواية لكتير أسباب من الإسهاب، ونحن قديم نقدر نعطي عنا مساحتنا الحرة بالرواية. رواية مغلق حكت عن الأصول، العادات الشرقية، عن التربية اللي هي أنا كتير بحاول مغلق على فكرة، مغلق على عادات، مغلق على تربية معينة. فهون نحن بنوضح قد ايه التربية تنشئ شخص، يا اما قادر يكون يواجه الحياة، يا اما بيكون حدا مهزوم متشبس بماضيه، متشبس بتربيته، حتى لو كان هو نفسه بقرارة نفسه معترض عليها ومو مبسوط فيها. يعني كتاب كتير مهم ويمكن لازم الأشخاص يقرأوا. خلينا نحكي من وين تستوحي اليوم الشخصيات والأحداث، من الخيال، من أرض الواقع، خبرينا أكثر. نحن بالنهاية أولاد الواقع، قد ما حطيتي بشخصياتك شيء من الخيال أو شيء مخيلتك جابت لك، بس نحن بالأخير أولاد الواقع. أي كتابة عم نكتبها هي بتكون شيء عايشينه مرينا فيه، مر في حدا بمحيطنا، شيء يعني بالنهاية هي محيطنا نحن بشيء من الخيال والإضافات اللي أنت بتقدري تعمليها كحلول. يعني في كتير نحن أمور تكون عالقة بحياتنا لسه ما انحلت، أو الحل ما مثل ما بيقولوا مو واضح بالنسبة إليك بالحياة، أنت ممكن بشوية خيال تعملي حلول بروايتك تساعد الناس أنه تاخذ أفكار كمان فيها. طيب، من رسائل لم يقرأها يقرأها آدم، اليوم شو هي الرسائل اللي ما نقدر يقراها؟
رسائل لم يقرأها آدم، رسائل المراهقات اللي عمر ال 15-16 سنة اللي عم يحلموا بالحب، الحصان الأبيض تماما. فهي بتكون عبارة عن هيك مثل ما بيقولوا خواطر نثرية بسيطة لبجوز صبية حبت شاب بعيد وما قدرت تحكي معه مثلا، يعني الواقع الشرقي اللي بيخلي أحيانا الفتيات ما بيقدموا حتى خطوة واحدة تجاه الآخر اللي عم يخطو اتجاههم. كتير شغلات. فهي كانت رسائل لم يقرأها آدم عبارة عن مجموعة نثرية كتبتها بعمر المراهقة، طبعتها بعد ما صار عندي اولاد مثل ما بيقولوا. حبيت تكون اول كتاب مطبوع لي عشان انه حبيت احتفظ فيها كذكرى بالاخير. طيب هاي المده بعد من يوم اللي كتبتي ليوم اللي طبعتيها، يعني صار في فتره نضج ثقافيه فكريه جدا مهمه بحياتك يعني، واليوم رحنا لمغلق، يعني شو حسيتي فرقت ان كان بطريقه الكتاب ان كان بشخصيتك؟ اليوم الكاتب هو عم يعمل اسقاط لشخصيته ايضا ضمن الروايه. صح، نحن بهي المرحلة بتكوني أنت هون عندي صار نضوج، نضوج فكري، نضوج اجتماعي، حتى بيكون عندك أنت دخلتي دراستك أو الشيء اللي تعلمتيه من الحياة إن كان أكاديميا مثلا بالجامعة أو حتى كان حياتيا بخبرتك واختلاطك مع الناس، فأنت كل هذا خلاك تقدري تعالجي الأمور بالكتابة أكثر. طيب خلينا نروح شوي لموضوع التكريم ونحكي أكثر عن تكريم حضرتك. آخر مرة تكرمتي فيها قديش بتقدم لك هي التكريمات أشياء معنوية كتير كبيرة؟ صحيح، لأنه بالأخير الكاتب هو بسموه يمكن بيعتبر حاله النهوض بعد الموت، فنحن أغلبنا بدون مثل ما بيقولوا ننكر هي الشغلة، نحن نبحث عن الخلود. فبالأخير مثل ما وصلتنا كتب كثير من الأدباء اللي رحلوا عن الحياة بس كتبهم لسه بين إيدينا، أي كاتب بيطمح أنه يضل خالد بحروفه بكتاباته لأولاده للمجتمع للناس اللي رح تكون تقراه بيوم بالأيام. يعني لهيك أنت بتحسي أنه التكريمات مفيدة، أنه عم تخليكي تعرفي أنه أنت ماشي بالطريق الصح، انه انت تحفيزي، هي حافز، وهي انه انت الشيء اللي عم تقدميه او اللي وصلتي له بالنضج بالكتابه لحد الان معناها انت عم تمشي بمسار صحيح، عم ينال اعجاب الكل، عم ياخذ جائزه معينه لانه هو يستحق، فانت بتستحقي انك تبذلي مجهود اكبر لتكملي اكثر واحسن من هيك كمان. ان شاء الله هيك بنشوفك باجمل التكريمات لحضرتك. سترنا دائما احنا بنعرف انه القلم هو السلاح، سلاح فكري موجود بإيد حضرتك، ودائما الإبداع بحاجة لاستفزاز بالحياة، يعني ممكن أنت تمرق فكرة تفكري بقصة تكون شاعلة لإلك لتبلشي رواية جديدة، ولكن كل كاتب له ستيل خاص، له شيء خاص بحياته هو اللي بيستفز. شو أكثر اليوم المواضيع اللي ممكن تقول رنا اليوم أنا بدي أكتب؟ المواضيع الاجتماعية المحيطة فينا، الأطفال، التشرد، معاناة العائلية اللي صارت عنا بعد الحرب الأخيرة. صحيح. بسبب رواسب الحرب، خلافات العائلة الواحدة اللي صارت بين الأخوات أو الأزواج أو حتى مع الأطفال، هي كلها صارت الشغلات تستفزك لأنه أنت بتكوني كل وقت شو بدنا نعمل وبعدين وين الحل؟ في شغلات كتير مالك قادرة تعالجيها غير بالورق، غير بالكتابة بالأخير. وعسى ولعل أنه بيوم من الأيام تحفز شيء عند هالجيل اللي طالع او اي حدا عنده مشكله انه تعطيه حل بفكره ما هو معاني من شغله. طيب الفتره القادمه شو عم تحضري؟ وكمان حابين نختم معك بشيء من كتاباتك. ان شاء الله روايه، يعني انا حاسه انه الروايه عم تعطي يعني مثل ما بيقولوا حلول اكثر من اي، مو انقاصا باي اكيد نوع ادبي ثاني، بس هي الاتجاه كله صاير عليها بالفتره الحاليه، كانت ولا زالت اكيد، وان شاء الله. واهتمامك يعني انت اكثر كمان بالروايه. فهي عم تعطيني مساحه حره لعبر عن كل شيء نحن هلا حكيناه من معاناتنا، من امورنا، من مشاكلنا بهي الطريقه. تمام. اليوم بنتهك نتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك الروائيه، ونشوفك عناوين جديده تكون ملفته للروح. احيانا بتحسي في شيء روحاني بيربطك انت وكاتب ما، يعني اليوم اذا بسالك انت بمين متاثره بجوز تذكريلي يعني شغلات كثير شخصيات. صحيح، اثروا فيكي وقدر يمكن اعطوك شيء اكيد. اكيد، فان شاء الله هيك بنتمنى لك التوفيق دائما، واهلا وسهلا بحضرتك، نورتي صباحنا. شكرا لك. شكرا لك واكيد نتمنى لك المزيد من النجاحات والتكريمات بالايام القادمه. شكرا لكم. شكرا.